ونرحب بضيفتنا العراقية القادمة من السويد الفنانة داليا فارسي. أهلا وسهلا بك داليا. أهلا وسهلا بك حبيبي. طبعا كلش سعيدة أنا وياكم. كلش 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 يعني حس إنه بين أهلي وأنت يعني بيوتيفول رقية يعني ماكو كلام عنك. طبعا حبيبتي تسلمين. اليوم راح نتعرف عليك أكثر ونتعرف جمهور الظهيرة يتعرف على داليا فارس. داليا يعني يمكن محظوظات لأنه من أهلها أول ما اكتشفوا إنه هي تتمتع بصوت حلو رأسا راحوا سووا لها فيديو كليب وهي عمرها 13 سنة 15 سنة ما تصير هي كل واحدة. احكي لنا على شلون إنه من عمر 15 أول ما اكتشفوا أهلك إنه أنت صوت حلو راحوا سووا لك يعني عملوا لك فيديو كليب. هي يعني قبل أني كنت أحب أغني يعني مو إنه بأول ما صار عمري 15 لا بس إنه كنت يعني يسمعوني يقولوا يروحي منها يعني شنو دوختينا. بس بعدين شافوا انه قالوا خلاص انه هي هذا تحبها شيء وكنت ابكي وانطوي على نفسي يعني اغطي راسي وكان عندي جيتار يعني وما اعرف له اظل ابكي وادندن ويا نفسي يعني هالدرجه. فقالوا خلاص انه نسوي لها اغنيه وسوى لي حبيب القلب اول 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 كليب اللي كان من عمرك كان 15 اي 15 اي وهسه عمرك 20 اي يعني فلحد الان انت يعني هي عملتي موديلينج فتره وعندك 3 سينجلز وهسه خطوه جديده هي التمثيل اي صحيح. ف احكي لنا بديت الموديلينج يعني ورا هاي الاول فيديو كليب اللي كان هو لا 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 مو ورا الموديلينج قبل شو وقت بديتي؟ اي قبل وهو يعني كودناني قصيره يعني ما اقدر بتعرفين عرض ازياء وهاي فبالفاشن هدوم وفيس ميك اب وهاي الاشياء انه مو مثلا عرض ازياء هاي الشغلات يعني تحبين انت تجربين تحبين تجربين هاي الاشياء اي بس انه كعرض ازياء ما حقدر لان يردون وحده طويله واني بس 163 اي اوكي مو مشكله بس وجهك حلو فهم يعني استثمروا وجهك فاشن مال اوكي الحمد لله حلو حبيت هالشغله. طيب الفيديو اللي قلتي عمر 15 موجود يعني من شافه من وين انبث الناس شلون يعني العراقيين هناك انت تغنين بالعربي هي عايشه بالسويد من عمرها 6 شهور بالسويد يعني صغيره يعني 20 سنه بالسويد فالمنطقي وهاي يقول واحد انه ليش ما تغني سويدي ايه صحيح بس مثل ما قلت لك وبالكواليس يعني كودن اني عربيه عراقيه لازم اغني باللون اللي انا يعني اول ما بديت طبعا اغنيتي عراقيه كانت فلازم يعني بلوني يعني وبعدين يعني مستقبلا اقدر اغني انجلش اقدر اغني سويدش انه مو فد شيء يعني شو الاغاني تسمعوها بالبيت؟ عربي يعني اسمع عربي يعني انت صغيره بحيث تاثرتي انت اكيد بال يعني باللي اهل يسمعون من اغاني عراقيه اسمع قديم شنت كثير اسمع قديم احب القديم لحد الان يعني ما تاثر بس بالاغاني القديمه بس بالاغاني العراقيه والعربيه لا العراقيه بس العراقيه كثير واسمع عربي طبعا يعني طيب نسمع شيء من اول اغنيه وعلى الشاشه في اغنيه لك داليا هذه لحظه بس هاي كانت بين داري بين خليجي وعراقي من كتب كلماتها من لحنها هاي كان هو يعني نانا اسمه محمد السامي بيكون هذول يعني شعراء بس مو خليجيين وطبعا كل كليب هم يقررون على الميك اب ويقررون على ال الملابس قلتي لي منو يقرر عن الميك اب اللي هم يعني المخرج في ستايلست دائما يعني. المخرج عربي؟ اي كان عربي طب انت تديري كل هالاشياء في اداره اعمال باعتبار انت صغيره بالعمر لا حاليا يعني من قلت لك هسه انه احتاج هذا الشيء لازم احد وعندي طبعا ناس استشيرهم يعني من احتاج مثلا اغاني او مثلا حفلات طب نسمع شيء من عندك؟ شو يعجبك من الاغاني القديمه؟ انت شو تحبين تسمعين؟
لا خلي نسمع منك وشوفي انت اختاري وبعدين انا اختار. قل لي يا حلو منين الله جابك، قل لي يا حلو منين الله جابك، خزان جرح قلبي من عذابك، خزان جرح قلبي من عذابك. قل لي وش شفت مني اذيه، قل لي وش شفت مني اذيه، قلبك من صخر ما حن علي. حلو حلو. طيب انت كنت ايضا من ضمن واحده من عضوات طيور دجله. ايه فاحكي لنا عن هاي التجربه. هذا كان قبل الكليب وقبل قبل كل شيء يعني. قبل كل شيء يعني. ايه. يعني هم اللي من عندهم اني طلعت. ايه. يعني من عندهم. كم عمرك وانت انضميتي الى طيور دجله؟ 13 سنه. كان مسموح انه يعني طبعا كنت اصغر وحده. ايه؟ اصغر وحده يعني. ايه. بالفرقه ويعني كانوا كثير يحبوني وكثير. ايه. كثير تعلمت. ايه. من الاستاذ علاء مجيد اوجه له تحيه يعني كثير. ايه. كثير يعني خاصة الأغاني القديمة. تعرفين يعني فتشية عرفش على يمكن عليها كلها طبعا وعلى تراثنا وأنا يعني كأنه مثلا كبرت وياهم مثل ما يقولون يومية يعني تدريبات وأقعد أنام وأغني ولا أم تحلف شاي وأني مغمضة كلها عرفتيها. إيه شاركتي أكيد في الكونسرتات كل الحفلات. طبعا طبعا طبعا. كان لك يعني وصلة سولو واحد لصوتك؟ ايه مرة واحدة بس. مرة واحدة، ايش غنيتي بيها؟ ما اتذكر بس. عندي الفيديوهات موجودة بس ما اتذكر اكزاكتلي يعني شنو كانت. طب كيف كنتي اصغر وحدة بال يعني ما كم عددهم؟ كثير هم كثيرهم بس كنتي اصغر وحدة واخذتي انه انت قدمتي، كيف كان الشعور؟ حلو شعور بس قدمت قصير يعني مو اغنية كاملة، قدمت انه وبعدين وحدة كملت لان هسه هم هسه ذي يعني تطوروا وقاموا اكثر كل مره وحده تغني اغنيتين ثلاثه كامله يعني مستمره. اي نعم. بس انت انفصلتي عن طيور دجله؟ انفصلت. أي. بعد الكليب قمت اسافر هوايه وبس يعني اروح لهم اسلم عليهم بعدين انه خلاص انه قمت دراستي تبدين تبدين وحده؟ اي قلت انه خلاص انه اشوف نفسي بس طبعا انه هم الفضل هوايه علموني. طيب انت ايضا تمثلين؟ اي بجديد اخذتي خطوه بالتمثيل. اي احكي لنا عن هذه التجربه. هو اول شيء قبل تقريبا سنه كنت بدبي وشاركت بمسلسل اسمه حمام الشام، هي سوريه يعني. فاول ما شاركت ردت اكون بس افوت مجال تمثيل ففتت يعني قلت افوت كومبارس. فقاعدة يعني كل الكومبارس واحدة واني قاعدة يمين الممثلين اباوع تعرفين انت يعني ما ياكلون ما يشربون كثير صعب عليهم. فاجا المخرج قال لي حرام تصيرين كومبارس انت. قال خليها تكون صديقة لل طوش يعني دول. ايه فمن عدها حبيت هالشيء يعني من قلت خلص انه بس اخلص يعني. وكان باللهجة اي لهجة العراقية؟ حكيت بالعراقي. بالعراقي اوكي. كأنه كنت صديقة لل ما اقدر احكي اي حلقي ما اقدر اروح اتحول على العراق. وشو شفتي هالتجربه؟ حلو انا حبيت التمثيل كثير بهاي اللحظه كثير يعني انه حسيت انه خلص يعني تمثيل وغناء قررتي يعني. اي يعني كلش حابه هالشيء هذا واتمنى يعني يكون لي دور بالدراما العراقيه ان شاء الله. طيب هذه الصور علقينا عليها داليا. هذه بالتصوير بالمسلسل الجديد اللي دا اصور بيها انا هسه. هي اسمها مثال شعبية. انت الان حاليا مشغولة بالتصوير؟ اي بس انه هسه عندنا فقرة مدى نصور استراحة؟ اي انه عندهم اشياء ثانية. فهاي هنا بالتصوير دوري طفلة كان وهي يعني عبارة عن 20 دقيقة المسلسل وتحكي عن الكبار والصغار يعني. اوكي. هنا كان مهرجان الطفل. نعم. هنا بالفجيرة تاجر الصغير. فقدمت الحفل وغنيت همتين. حب الاطفال كلش. هنا همتين رحت حضرت مسرحيه لان حابه افوت يعني ايش قد ما قلت لك حابه التمثيل اريد افوت كورسات حتى اقوي نفسي. فشفت هاي رحت شفت هاي انا والبست فريند مالتي. هاي انتم اصدقاء صديقاتك المقربات. ايه بالسويد. بالسويد.
كيف تشتاقي لهم؟ أجواء تغيرت عليك كثير بالسويد وهناك جيتي مو صحيح؟ طبعا طبعا بس انه خلص الفن شيء مهم بالنسبة لي، هذا اللي انا احبه يعني. اذا انت قررتي شو تريدين؟ غناء وتمثيل. هنا قدمت البرنامج مع المهرجان. صار لك ايش قد من جيتي من دبي؟ كان دبي؟ هنا انا بالدبي صار لي تقريبا بالشهر. بالشهر تقريبا. لان صار كان عندي عرسين هنا أنا. يعني زين خلال شهر انه تجدين فرصه بالتمثيل وانه تحضرين المهرجان. الحمد لله. الحمد لله. هذا المهرجان نوازي كنا مشاركين. كنت عضو وياهم. اخر مره شاركت وياهم كان ياسمه ويا نوار زبده. قبل ما اسوي كليب يعني من كان عمري 15 سنه 2009 هيك. 2009 هو هاي هنا. هاي ايضا مهرجان مقدم. هذه من المسلسل اللي يعني استضافت لها مع الفنان كبير محمود ابو العباس. شفته بالمسرحيه. هنا ويا وليد الشامي كان فكرة إنه أسوي أغنية وهاي كمان قبل سنة وهو يلحن لي إياها بس رجعت يعني رجعت وين التقيتي به خلال شهر لما التقيتي؟ لا هو يعني هو ما تنسافر بيومها عشان عنده حفلات هو يعني 24 ساعة مشغول ما أعرف وين راح إيطاليا ما أعرف وين فما يعني ما لحقت وهسه ما يعني كودنشت كثير مشغولة بس إنه بدبي راح تلتقين كثير من الفنانين العراقيين اللي هم ايضا عندهم استوديوهاتهم الخاصه وصار لهم سنين فاكيد راح يعطون من خبرتهم الك ويدعموك وهذا نتمناه طبعا. قلتي لي لحد الان في 3 فيديو كليب برصيدك. اثنين او 3؟ اثنين ويا هذا اللي عمره شو 15 محسوب وياي. هو اثنين. لا اثنين اوكي ان شاء الله نشوفك. وبالمناسبه داليا تدرس تدرسين صيدلة؟ دا يعني دا أصعد للصيدلة بعدني ما مخلصة دا أصعد نفسي. المهم وأيضا حريصة أن تأخذين هذه الشهادة بالصيدلة. لازم. يعني أنه الفن ما راح لا لا لأن إحنا لك على المراسلات يعني إحنا والمعلم الراسل ويصير الشيء سهل يعني إنه مو مثل هنا يعني دوام الصبح يعني ما بيحل هاي الأشياء. أوكي بس أنت تحرصين أنه تأخذين تكملين هذه الدراسة وهذا شيء حل طبعا أنه ما تتقاطع مع الفن طبعا طبعا ما حيأثر هاي الشيء. طيب هي قالت لي انه انا حافظه كل اغاني بس ما اعرف الاسامي المطربات العراقيه فهسه ايش راح تغني لنا نختم هذا اللقاء الحلو يا داليا؟ انا ايش طالعه من بيت ابوها اوكي طالعه من بيت ابوها رايحه البيت الجيران فاطمة سلم علي يمكن الحلو زعلان قلت لها يا حلوة رويني عطشان ما يسقيني قلت لها يا حلوة رويني عطشان ما يسقيني قالت لي روح يا مسكيني قالت لي روح يا مسكيني مينا ما يروي العطشان. حلو حلو يلا ان شاء الله موفقه واكيد راح نلتقي في مستقبلا. تسلمين وحابه بس اشكر قناه الشرقيه واشكر المخرج فراس كثير على وانتي طبعا على دعوتكم الي وكثير كثير سعيده يعني حسستوني انه انا ويا اهلي ويا ناس وطبعا اوجهك تحية للفنانين اللي دا يشوفوني عبر التلفزيون أستاذ محمد خماس الكاتب طبعا وعباس الشاعر وكثير كثير سعيده يعني هالشيء واهلك اليوم بالسويد متابعين طبعا كل صديقاتك طبعا وتحيه لهم امواتين شكرا داليا شكرا حبيبي نذهب إلى فقرتنا الفقرة الأخرى من برنامج الظهيرة حابة أنوه بأن يوم الأحد راح يكون هناك تغطية
مباشرة خاصة بحملة أمل، واللي متابعنا يعرف بأنه إحنا أغلقنا ملف كريمي النسب بعد أن قدمنا صورة واضحة عن هذا الموضوع، والحمد لله كانت الاستجابة كبيرة من كل الجهات، وذهبنا إلى قضية أخرى وهي قضية أطفال الشوارع، والحمد لله أيضا كانت الاستجابة جميلة من الأشخاص ومن بعض المؤسسات. إن شاء الله الحلقة القادمة راح تكون الأحد 8:30 بتوقيت بغدادنا الحبيبة، 9:30 بتوقيت دبي. قالت لي أنه من دا أقول أنه راح أقدم شيء، أنا قالت لي داليا أنه هناك ما عندنا شيء اسمه أطفال شوارع، لا كلها حقوق محفوظة طبعاً. شو يسوونهم مثلا؟ ممكن انه تطلع يعني لها شيء يعني هم ما يقدرون يشوفون طفل برا، ما يقدرون يعني صعبة. صحيح ضمن الاولويات الطفل والام، يعني الطفل والمرأة اول شيء الطفل، وبعدين المرأة وبعدين الكبار بالسن، بعدين الكبار بالسن وبعدين الرجال. المهم المهم ثلاثة، انه الطفل بالدرجة الاولى، المرأة وكبار السن. يعني المرأة عندها حقوقها، يعني المرأة يعني أكيد هناك، والطفل طفل يعني مستحيل ما يقدرون يشوفون مثلا واحد برا، ما يقدرون يعني لازم إلا حماية يطوية من ناس هي الداري ويعني تعطي إمكانية يعيشوا. أتمنى الحياة الكريمة للكل جميع، بدءا من الطفل ولا لكل الناس. طبعا احنا كريمين نسب بتوصلنا كثير من الأسئلة، احنا متواصلين وياكم على مواقع التواصل الاجتماعي وبخدمتكم في حال انه الاستفسار عن اي شيء او الاستفسار عن اي دار، فكلها هناك من يتواصل معكم، واكيد نرحب بالجميع.